Et de quelle ville? À Oran, aïe aïe aïe. Oran, elle est très 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 belle. Et votre adresse exacte à Oran? Avenue Djellat Habib, numéro 6. Vous avez de la famille là-bas? Oh, beaucoup. Une femme? J'ai une femme. J'ai des enfants. Oui. Oh, merci, docteur. Vous voulez peut-être les appeler? Quoi? Vous voulez peut-être les appeler par Oui, téléphone? avec plaisir. Un coup de fil. Je vous laisse composer indicatif. Merci. Vous êtes gentil. Allez-y, monsieur. Très, très gentil. Pas de souci, allez-y. Eh oui. On vous laisse faire. 00 213 7 7 0 1 1 1 1 1 1 1 Ça sonne. Allô? Allô? Wa Mustafa, Mustafa. Allah rani nahdar haka. Ya al-hukuma rayh hdaya. Wa. الباجاج تاعي والماتريال اللي شريته وصوت هكا اللي كيلحقني وا نعني خلي لهم لادراس وكل شيء بقاو على خير صح صح اي ما باسي لو بونجور على فو صايني قلتها لهم هاني بونجور Vos collègues, votre ami a bien composé double 0213. Il confirme, c'est bien algérien. Oui. Je suis fier. Daru le Kouati. Aïe. Expulsé. Direct le blad. Imoun Mustafa. Oui. Suivez-moi. Allez, mes notes. غادي نعطيكم واحد المثال دي اورو تاع فرنسا دي اورو تاع فرنسا دي اورو في فرنسا ساندويتش التالي يسوى 7 اورو تبقى لك 3 اورو ما تشريكش باكي دخان وفي بلادنا دي اورو اذا كانت عندك لوطو دير 50,000 تاع مازوت وتشري باكية تاع دخان تاع 20,000 وتفلك سي 10,000 تبقى لك 20,000 شتو؟ ها؟ مالغري تو تحيا البلاد واه ولادي يخافوا من الفوكتور كثر من البوليس على بالكم هنا في البلاد يجينا قاعة تاع الماء تزكي شويه في الدار راكم تخسروا الماء هراكم منا هراكم منا دير هاك وهاك تروح تخلصه يجي قاعة تاع الضو كذلك راكم تخلصوا منا راكم تشعلوا اللامبا في النهار راكم تشعلوا الضوء منا وتزكي شويه تروح تخلصه بصح غاديك يجوا في رحبه هاد الكواعط هادو يجي الماء والضوء والكرا والتليفون وليزامبو يجوا في رحبه ولا ما خلصتهمش ما كومبري سيزي يا ودي تحيا البلاد تحيا البلاد هيا ربي يحفظكم هيا تصبحوا بخير صايب صايب تلفت على الدار عاونوني كل واحد عطاني نصيب ما موتاز حبسنا يومين احنا في اللارج
لا ماكلة لا لا والو ربي زعما ستار. لا كروا روج ابورتي اسيستانس ا بري دو 1000 بيرسون ان دو سمان. هذا بيا نعيش مع والدي ونخدم ويرحمها ربي. حنا كنا 14 واحد على ذاك القارب. سيداتي أوانسي سادتي أهلا بكم مجددا في حصتكم ساسباس شينو. حصتنا هذه تهتم بأهم مواضيع الساعة ألا وهو الحرقة، هذه التي أصبحت اليوم ظاهرة سلبية في مجتمعنا. هذه الظاهرة بعدما كنا نفتقد الأدمغة ونزيفهم، ها نحن اليوم نفتقد الشباب ولماذا أيضا الشيوخ، فأصبحت هذه الظاهرة ظاهرة سلبية عامة في مجتمعنا بكامله. إذن ومع حصتنا اليوم نستضيف لكم كبار عمالقة الحركة الذين نستضيفهم كي يحكوا قصصهم كاملة كيف ولماذا. قبل ذلك Personnières, 110 aujourd'hui à bord de ces bateaux de pêcheurs, tous viennent d'Afrique. Au total, quelque 7500 émigrants ont fait le voyage depuis le début de l'année. C'est deux fois plus que l'an passé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هذا الحرقة ما هيش حل. أنا بس بخمم في الحرقة. أنا واحد من الناس حركته وعاودته اللي ما دابينا نقعد هنا ونخدمه. ما كاش حاجة خير من بلادنا فاهم؟ بصح الله غالب صاحبي. بدا بيا ما نروحش الحرقة كنروح عند السوق ولا فان كاين شحال واحد غرب شرق منا في خاطره يروح فرنسا في خاطره يروح اسبانيا يضمن لافونير كاين اللي ما نضمنش لافونير تاعها هنا يضمنها ليها يقول لك الهيه من مور البحر كاين بزاف صوالح نديرهم باش ننجح في حياتي يروحوا في بوطي ويموتوا في البحر ياكلهم الحوت ترى الف يسلك فيها 200 نتيش سي دوماج بلادنا اوني تري ريش مي اوني بوف الله غالب صاحبي حنا ما دابينا انا في عمري 30 عام دابا ندير دار منا وليدات وكاع بصح الله غالب خويا راني خدام في بارك تاع الوطن واحد يمد لي 2 ميل واحد يمد لي 3 ميل واحد يمد لي 4 ميل هي راح اخويا ونصبروا في هذه البلاد والله ينجينا اخويا والله يجيب الخير. اذا كنتم مع الفيتيا الذي حمل لنا ولكم هذه الشهادات العميقه والحيه من احياء المدينه عن هذه الظاهره السلبيه. كما وعدناكم نستضيف لكم اليوم عمالقة الحراقة. عن شمالي مدبر كل هذه العمليات هيمون مصطفى. أيضا عندنا ومعي عن اليمين كواكي. أيضا معي مهدي محمد عن الشمال. معي أيضا أستضيفه لكم مراجح قويدة عن اليمين.